بكم مرة أخرى في الماتينال، وكما تشوفوا في البلاتو مزين بليزافيش الخاصين بليبرتا فواياج. ليبرتا فواياج مش نحكيو عمرها تويكا، ما باش نحكيو اسطنبول وبرشلون. بالنسبة لبرشلون، لا اجماع حطوا لاسطنبول الأولى. باهي، بالنسبة لاسطنبول فما 6 ليالي و7 أيام للناس اللي تحب تمشي لاسطنبول. الفواياج فيه فول، فيه ترونسفير، فيه أوتيل 3 إيطوال مع فطور الصباح، مع دي زيكسكيورسيون غراتويت. الديبار فما نهار 26 أكتوبر، نهار 27 اكتوبر معناتها الناس معناتها الرحلات وقتاش ينطلقوا، هذاك شنو نقصد هنا بالديبار. فما انطلاق نهار 26 اكتوبر، فما نهار 27 اكتوبر، 29 اكتوبر، 30 اكتوبر و5 نوفمبر. هذا الكل بقداش؟ هذا الكل بمليون و599 دينار. اما توا كي نحكيو على برشلون، باش نحكيو على برشلون فما 5 ليالي و6 ايام، في الفول، في ترونسفير، في معناتها اوتيل 3 ايطوال زاده مع فطور الصباح، معها دوره زاده معناتها غراتويتمون، تعملوا دوره في برشلون مع ليبرتا فواياج. بقداش تدفع من الاول؟ 99 دينار، ومن بعد تخلص 170 دينار على 10 اشهر. الرحله هذه تكون تنطلق نهار 15 ديسمبر، والغتور ان شاء الله يكون نهار 20 ديسمبر بيان سور. ما عليهم كان يطلبوا غوسي بال 71 90 56 56 ولا ال 20 782 782. وبالنسبه لاسطنبول لي دو نيميرو 71 90 56 56 ولا 20 782 782، وباش نزيدكم 29 400 957. اي هذا بالنسبه للتليفونات بيان سور. زاد كيف تدخلوا على الباج فيسبوك نتاع ليبرتا فواياج بوغ بلو دانفورماسيون. زاد كيف لي سيت ويب اللي تلقاوه زاد اسمه ليبرتا فواياج، تلقاو لي زانفورماسيون الكل، نوامر التليفونات، لي دات وكل شيء، ولي ديستيناسيون زاد كيف كيف. ميرسي بوكو مسيو كاليتي على فواياج هذوما. كل مره تفرجوا فينا نعطيوكم ونعاود نذكروكم باللي فواياج اللي تابعين ليبرتا فواياج بالنسبه لبرشلون وتركيا في انتظار العمره بيان سور. توي كان نمشي مع بعضنا نشوفوا الروبريك الخاصه بصفصوف. فاطمه وصلنا للروبريك لاجندا كولتوريل اللي نستناو فيها كل جمعه باش نعطيكم لي زادريس ولي دات المهمين للعروض الفنيه الموسيقيه المسرحيه والسينمائيه. لكن المره هذه الجمعه هذه اخترت لكم سبيسيال جي ام سي، هي ايام قرطاج الموسيقيه. فاطمه باش تلقاو برشا عروض ديفيرسيمون دو سبيكتاكل. باش نبدا لكم بالعرض الاول اللي هو افون، هو نهار افتتاح المهرجان، لكن هذايا قبل الافتتاح، خاطر الافتتاح باش يكون عرض بعرض اخر تنقول لكم عليه شنو هو. لو 11 كما قلت لكم عندنا عرض اللي هو يجينا نهار الجمعه فاطمه، لو 11 اكتوبر نهار الجمعه باش تلقاه في مدينه الثقافه عرض بعنوان دي فوا اي دي ريتم لزياد منيف في مدينه الثقافه، 6 نتاع العشيه عرض لزياد منيف. العرض هذا تخي تخي مانيفيك، انا ننصحكم تهزوا الصغيرات ولا تمشيوا دي جون تتفرجوا في العرض هذايا اللي هو لو 11 اكتوبر في مدينه الثقافه. نقعدوا نهار 11 اكتوبر، مازلنا مع 11 اكتوبر، نلقاو العرض الافتتاحي الرسمي لايام قرطاج الموسيقيه، عرض امين بوحافه والاوركسترا السيمفونيه التونسيه، عرض تخي تخي مانيفيك زاد كيف كيف. انا ننصحكم باش تمشيو تتفرجوا فيه، تشوفوا لافيش، تدخلوا زاد كيف كيف على الباج فيسبوك نتاع ايام قرطاج الموسيقيه باش تلقاو زاد لي دات. فما انا اخترت لكم شويه عروض، راه فما برشا عروض في الايامات الاولى حتى الايامات الاخرى نتاع المهرجان. دونك انتم سولون كل واحد والتيب نتاع الموسيقى نتاعو شنو يحب، شنو هي الاذواق تختلف، باش تلقاو برشا انواع موسيقيه، باش تلقاو اكثر من جنسية زادة كيف كيف في المهرجان هذايا. هذايا عرض الافتتاح كما قلت لكم سواغي دوفيرتور في سيتي دو لا كولتور نتاع امين بوحفه والاوركستر سامفونيك تونيزيان. دونك ما عليكم كان تمشيو التسعة نتاع الليل يبدا العرض في مدينة الثقافة. نمشيو لو 12 سبتمبر اللي هو نهار السبت ويكاند، عندكم برشا شيخات الجمعة هذيا. لو 18 اكتوبر عندكم عرض تخي تخي سامباتيك، هو عرض الشاوية لنضال اليحيوي. النضال كما قلت لك فاطمة كان طلع على ركح كرتاج سنة، ان سبيكتاكل تخي 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 مانيفيك، ننصحكم تمشيو تتفرجوا فيه. التسعة نتاع الليل زاد كيف كيف. نمشيو نرجع لكم لو 12 اكتوبر، ما همشكم شوية معايا ما يسالش. لو 12 اكتوبر كنعطيكم مجال اكثر باش تقيدوا.
لو 12 اكتوبر فما زاد كيف كيف عرض ياسر محلي ياسر سامباتيك محمد الخشناوي الناس المغرومه باسطنبيلي وبالاجواء هذيك نتاع الجو هذيك ياسر انا بيجي نشيخ عليهم فما ناس نوبتهم اسطنبيلي هذايا العرض كما قاعدين تشوفوا فيه في الـ في الـ في الاكران هو هذايا العرض هذايا داخل في الكومبيتيسيون اوفيسيال يعني اون مش اوف فما عروض اوف كومبيتيسيون كما جاي حكي السيد المنسق العام دونك هذوما فما عروض داخلين كومبيتيسيون وما زاد كيف كيف مفتوحه للعموم تنجموا تدخلوا تتفرجوا وتستمتعوا بالموزيكا البنينه دونك نمشيو لو 13 اكتوبر عندنا عرض شيوخ المالوف ببنزرت وعروض او عرض الرشيديه بابن خيار الناس المغرومه بالمالوف تلقاو عنهم فيستيفال اميني فيستيفال داخل في الجي ام سي واللي هما ليالي المالوف او عروض المالوف زاد الناس كما عشويه المالوف فوالا تلقاوهم في فضاء النجمه الزهراء بسيدي بوسعيد دونك فما برشا عروض للمالوف كما قلت لكم لو 13 فما شيوخ المالوف ببنزرت وعرض الرشيديه بابن خيار في النجمه الزهراء ابارتيغ من الخمسه نتاع العشاء وكان هلا حد على بكري ابداو العشويه نتاعكم نختم معاكم باخر ايفينمون اللي هو عرض عمار 808 في مدينه الثقافه تلقاو زاد كيف كيف الخمسه نتاع العشيه هذايا هو عرض عمار لو 17 اكتوبر تلقاوه في سان الحبيب بورقيبه هو عرض ذهلي بلجيكي بلجيكي العرض هذايا دونك الناس المغرومه بالريتم ميوزيكال هذايا دونك ما عليكم كان تهزوا صغيراتكم هكا شيخوا في الشارع وشيخوا في مدينه الثقافه وشيخوا في سيدي بوسعيد هكا حاجه وحويجه منكم تتفرهدوا ومنكم تنظفوا وذنيكم شويه بالموزيكا البنينه وتواكبوا بيان سور فعاليات ايام قرطاج الموسيقيه فوالا هذايا كان جوتي اليوم في لاجندا كولتوغال ان شاء الله تكونوا قيدتوا لي دات ان شاء الله تكونوا فما كيلكو سبيكتاكل عجبوكم فاطمه نتقابلوا غدوه بيان سور في عجيبه غريبه. ميرسي بوكو صفاء كحسن الاجنده هي سبيسيال ايام قرطاج الموسيقيه نمشيو مع بعضنا الروسي. على السلامه مرحبا بكم زيد انا باش نقول لكم كيف باش تمشيو المهرجان الايام قرطاج الموسيقيه باش تمشيو لابسين برونشي وستيلي وانا كيكا باش نقول لكم كيفاش يا صفصوف ريت كيفاش دونك اليوم باش نحكي لكم على لا شوميز بلانش ما نصورش ما فماش حتى حد ما عندوش سوريه بيضه في الدريسينغ نتاعو ولا في الكاردوغوب نتاعو حاجه معناتها انديسبونسابل لينا وانا اليوم حبيت نحكي عليه خاطر تعديت الفاشن ويك باري الجمعه هذه اخر الجمعه كانت الكلوتور نتاع فاشن ويك بالديفيلي نتاع شانيل وهوني حبيت انا جوست هكا النظره لكارل لاغرفيلد خاطر هو اللي نعرفوه ياسر بالسوريه البيضاء وكيفاش يلبس السوريه نتاعو اللي هي الكول نتاعها عالي في ان ستيل ودايوغ مره سالوه قالوا له شنو الحاجه اللي تحب تعملها ولا تقترحها في المود قال لهم انا نعمل لا شوميز بلانش اي تو لو ريست دي ديتاي معناتها هو اهم حاجه عنده هي لا شوميز بلانش دونك هوني باش نحكي لكم كيفاش نجموا تكونوا ستيلي بان شوميز بلانش او السيليكسيون معنا هي حاجه معناتها توندونس على الاخر سنه باش نلقاوها برشا 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 في لي كوليكسيون الكل. على بالك انا لبسني لك ما قلتلناش انت راهي ديما شدتني هكا ما يسالش ما يسالش حبيت نسفاستك انت اليوم بالبلون اما ما يسالش احنا هو عندنا ما عطينكش الفرصه ما عطينكش الفرصه حاطين صفصوف شنو باش نقول؟ لا نسكت توكا. سي تو في موا. فوالا. دونك نبداو بالسيليكسيون الأولى اللي هي دونك كيفاش نلبسوا هوني لا شوميز بلانش معاها لو بونتالون أون كوير ولا إيفي كوير اللي هو زاد تخي توندونس سيت سيزون. هوني لي شوميز باش نشوفوهم أوفر سايز شوية مش كالعادة كلي شوميز كلاسيك اللي يبداو هكا معناتها تخي دو كور. هوني باش نلقاو شوية فوليوم في لي مانش ولا حتى في الكوب معناتها بيدها نتاع السورية. دونك هوني نجموا نلبسوا سوا افيك دي معناتها دي باسكيت ولا افيك دي ساندال كيما احنا نحبوا ندخلوها تحت تحت السروال معناتها ان ستيل هكا دي كونتراكتي تعرفون تنجم تمشي تخدم به ولا معناتها باش تخرج نتاع كل يوم معناتها نتعداو للسيليكسيون الثانيه واللي هي نجموا نلبسوا لا شوميز بلانش مع لا جوب بليسي ولا جوب لي بلي فولون ولا بالفروفو ولا لا جوب لي بتول اللي هي زاده تري تري توندونس سيت اني معناتها في الكوليكسيون اوتون ايفير 2019-2020 هوني لوك ياسر يعجبني انا كي تلبس سوريا مع الجوب بليسي لبستها سابقه مش هي سابقه الفاشن الكل ريت الفاشن هوني صافي هكا غادي حتى فاطمه حتى فاطمه زاد دونك هوني نلقاو زاده وفما لي ديتاي محليهم زاده في لي شوميز كيما نلقاو لي مانش يبداو هكا بوفوند زاده باش نحكي عليهم ولا لي ديتاي نتاع الكول ولا هذوما زاده سي تري توندونس راهو لي فرانج سني ريت شقا عليهم
دونك هذا زاد ستيل مزيان اللي يحب شفتو لي جوب البليسي ولا بوتول. نتعداو للسيليكسيون الثالثه واللي هما فوالا لي ديتاي اللي انا قلت عليهم اللي نلقاو في لي مونش سوا لي فروفرو فوالا شفتو كيفاش ولا زاد لي مونش انيقتي ولا لي مونش زاد بالاورغانزا زاد تري توندونس والديتاي نتاع لا دونتيل. دونك هوني ريت اي صوره بيضه تكون فيها ان ديتاي او نيفو معناتها دي زيبول ولا دو لا مونش ولا معناتها اللي زاد اللي بالكول يبدا فيها الربطه في الكول. هذوما زاد كيف كيف من لي شوميز اللي تنجموا تاخذوهم وتلبسوهم افيك سوا افيك دي جين ولا افيك ان بونتالون لارج. انتم هوني كيفاش تحبوا على خاطر راه السوريه البيضه سهله باش تلبسها ماهيش حاجه صعيبه جوست تعمل لها ان ستيل وكا هاو معناتها هوني تنجم تاخذ حتى سوريه راجلك راهو كبيره ما يسالش اوفر سايز تنجم تلبسها تعمل معها سانتشو. سي بون فاطمه تنجم تجينا غدا بسوريه بسوريه بيضه اوكي يعطيك ميلا يا عيني شفت عليها سوريه فوالا. دونك نتعداو للسيليكسيون اللي بعدها وباش اي وينها سيليكسيون اش تجي اي قريب تخدم فوالا. دونك هوني الاوفر سايز هوني حبيت نوري كيفاش لي مانش يبداو كبار برشا ومعناتها الاوفر سايز وفما كيما اللي في التصويره اللي على اليسار لا تاي الي سيغي كيما شويه انا اللي لبستها اليوم. فوالا جاي تحكي على روحي اكزاكتومون جاي نحكي على روحي بكل فخر. دونك اللي تبدا سيغي شويه وعندنا فوليوم في لي مانش زاد شفت منهم برشا ومعناتها مزينين على الاخر. هوني جوست كيما قلت بعد انتم والمخفوم نتاعكم كيفاش تلبسوا السوريه البيضه كيما لا كيما كيف كيف معناتها كيما قلت افيك ان بونتالون ولا اون جوب. وتو باش نشوفوا في السيليكسيون بعد بشنو باش نلبسوها زيد خاطر فما حاجه حلوه برشا اللي هي طالعه سنة اللي هما لي شورت ولا لي برمودا. بوتيتر مش العباد الكل يحبوا معناتها سو جونغ دو ستيل اما ترندي على الاخر. شكون يويتي شكون هذايا؟ شنو يويتي شكون؟ يعني المورفولوجي المهم الناس طويل الناس قصار المهم هوني ما يكونش عندك دي اونج ديفلوبي معناتها تكون ساقيك بلوز او موان هكا افيلي وفين وحتى معناتها ركيب خاطر هو ريت ديما يقف في الشورت مع الركبه. دونك كي تبدا عندك ركبه ضعيفه ما نلبسوش هاني فسرت لك. دونك هوني برشا زاد ستيل هذا ترانجي على الاخر اللي تلبس لا شوميز تنجم تربطها كي ما تحبش تحط الشوميز لداخل معناتها في كسوا في السروال ولا في البيرمودا ولا في الجوب. دونك هوني نعملوا نو او نيفو دو لا تاي وهكاك اون بو ماركي لا تاي كي تبدا عندنا مورفولوجي اون ا ولا اون اكس معناتها حاجه حلوه فوالا. دونك مع بلازير تنجم تحط زاد الشيره الداخلة او الشيره الخارجه هوني زاد باش تظهر لنا التاي اكثر. دونك شفتوا السوريه البيضه تبارك الله معناتها هو دو بريفيرونس يكونوا عندنا زوز دو سورت دو شوميز واحده تكون بلوز او موان كلاسيك وواحده يكون فيها ان ديتاي هكاك نجموا نبدلوا بهم ونلبسوا مع برشا حاجات. دونك هذا هي كانت مازال عندنا سي فغي. دونك اي هذا باش نحكي عليها هوني كيفاش ديجا حكيت عليها في الاوف هوني كيفاش نلبسوا زاده السوريه البيضه. تعرف هذا جات ديجا صافي 10 ans يظهر لي لا توندونس نتاع انك تلبس لا شوميز بلانش وفوقها لو بوستي ولا لا روب بوستي ولا حتى ان بول معناتها يبدا بروتيل زاده من الحاجات اللي ديرجين في اوتون ايفير 2019 2020. انا يعجبني برشا ستيل هذا نحسه هكا تخي ترانجي هكا حاجه حلوه برونشي تلبس البوستي وتحتها سوريه بيضا. هوني زادة كيف كيف كي يبدا ما عندك مورفولوجي اون ام مثلا ما عندكش كتاف تنجم تلبس الشوميز اللي تبدا فيها لي مانش بوفونت يعطينا ستيل ياسر حلو برونشي واوربان. دونك فوالا هذه هي كانت الروبريك نتاع اليوم حكينا فيها على الشوميز البيض. غدا باش نجيكم بروبريك جديده باغ كونتر تكتشفوها مع بعضنا. اي وي ميرسي بوكو البنات ستر الله مع غوسي. اما حبيت نشوف مازال سي بون تصاور ولا باش يلوج باش تلقى شي تصويره اخرى ضايعه كمل كلها هكا 12 تصويره حاسي لو تعديت نمشيو نخدموا عشاء فتحيه. مرحبا بكم. انا كيما تشوفوا نخدم اللي عملته هذا الكل. عملت لكم اليوم طاجين جبن بالجبن جودا وجبن ادام وجبن سيسيليا مرياح معناها خلطت فيها انواع الجبن مرياح. تنجموا تختاروا اي نوع جبن تحطوا فيه فخوماج بلون تحطوا فيه اي نوعيه بتاع جبن المهم جبن صحيح مش كل المكون. فما نوعيات ما يذوبوش ما يعطيوش لونكتيوزيتي ما يعطيوش مطعم الجبن ما يعطي حتى شيء. هذاك علاش انا نقول لكم اختاروا شنو تحطوا في ماكلتكم. انا بالطبيعه ناخذ الا جبن مرياح في الماكله نتاعي وجبن والطاجين تشوفوا فيه كيفاش مزيان وقصيت فيه اسكالوب نتاع الدجاج جوست تشتشتها شويه مع شويه بصل حطيت لها شويه ماء باش تعمل لك التختوخ نتاع الصوص نتاع الدجاج.
ومن بعد خلطوا بكعبة عظم، حطيت له بزيت جبن وحطيته تحمر في كوشه سخونه 180 200 انتم والكوشه نتاعكم. طاب تقريبا في 40 دقيقه، خرجته برد شويه، فرغته كيما هو، قصيت منه برج باش نوريكم اللي وسطه فريمون متناسق ومرخرخ ومزيان. عملت بحذاه تاغلياتيلي اللي هي لي بات هذوما الطليانه اللي بالبيستو معدنوس. راهو البيستو مش ديما يجي بالحبق كهو، فما بيستو برشا انواع، توا ولاو يعملوا انواع بيستو اشكال وانواع. الوغ بيستو المعدنوس نقول لكم جربوه، انا خذيت المعدنوس نحيته ورق ورق، ما يلزمش ليتيج نتاعو خاطر ليتيج ديما يبداو فيهم السلوك، هذاك علاش نحيه نورقه. ومن بعد حطيته على لوحه قصيته جويد، ومن بعد بالسكينه هشهشته حتى لين ولا كيل بات، وكل مره نزيد نبدا ندقدق فيه بالسكينه اي او ميم طون نصب له شويه زيت حتى يولي كيل بات، يولي كيما البيستو. صبيت له شويه زيت وسنة ثوم وشويه ملح من الحاجات اللي تصبر كيف وكيف البيستو الحبق يصبر. تحبوا تحطوا فيها شويه جبن مريح كيما عملت انا، تخلطوها في وسط صوص والا تخليوها صوص ناتور، تخلطوا اوفوغي مزور اللي حاجتكم بها، خاطر ساعات نفوح بها حتى السلطه، معناها نستعملها في برشا حاجات مش في المقرونه هذه بركه. مقرونه نوعيه جديده هذه التقليات اللي كي نعملوها نوعيه هكا خضراء لونها ومطعمها بنين سوختو تعطي نكهه بنينه، تبداو معناها حاجه جديده ماهيش رشيت عليها شويه جبن جبن سيسيليان غابي مرياح، وحطيت لها شويه ادام نحيته اون لاميل باش زينت به الصحن نتاعي. بحذاهم هذوما الكل عملت الديسير. اليوم عملت لكم البسكوي قهوه، وقبله هو طيبت الكريمه نتاعي اللي هي الكريمه فخوي سيك تاع سمارت شيف، وقت اللي تبداو تطيبوا فيها تشموا ريحه الفاكهه خارجه منها بالرسمي، خاطر فيها دي فخوي سيك مرحيين شايحين. الوغ حطيت لها نص لتر حليب كيما مكتوب على المكونات تاع الباك، واربع مغارف سكر، وطيبتها تغزروا لونها كيفاش شبابه ومزيانه ومتناسقه مع بعضها، وما تنجموش تراتيو كريمه كيما هكا ومطعمها بنين سورتو. عملت بحذاها هالبسكوي القهوه هذا، عملته بالكاكاو وبالقهوه والفرينه ورده سبيسيال جاتو، سورتو هي اللي في المكونات في اللي جاتو نتاعي نخدم الا بها، على خاطر متاكده اللي هي تنجح عندها اون غروند بارتي من نجاح لي جاتو اي لي روسيت. الخفه نتاعها والبنه نتاعها وانتم تشوفوا في بيسكوي هذايا فيه فاني سمارت شيف. لي بيسكوي اون جينيرال ما نحطش فيهم برشا خميره، احنا فما دي روسيت فيهم خميره لكن فما دي روسيت بلاش خميره، لكن وقت تبدا فرينتك متاكد منها خميره فرينه باهيه ما تستحقش باش تحط خميره، لكن فما وحود ضروره نحطوا لهم الخميره، فما دي غوسيت ما نستغناوش عليها. مي اون توكا جي خفيف، فيه كاكاو، فيه زبده، فيه فاني، ما لابد الفاني هذاك، فيه اصفر عظمه، فيه فرينه بالطبيعه سبيسيال جاتو، فيه قهوه، قهوه كونسونتخي قويه كلي تتحل في الماء. ما تكثروش القهوه، اذا كان عندكم الصغار نحيوا القهوه وعوضوها الا بالكاكاو. لميتوا عجنتوا لمين، ومن بعد برمتوا كما شفتوه، عملت له فورمه نتاع قهوه، وقت اللي طاب تغزر له منظره كانه كعب قهوه، كي تاكلوه تتخيلوا القهوه، خاطر فما مطعم القهوه قوي في وسطه وبنين. ان شاء الله تكون عجبتكم دبارت اليوم. انا نقول لكم اذا كان عندكم اقتراحات ابعثوهم لنا على الباج اوفيسيال الماتينال، واحنا نقبلوهم نتقبلوهم ونستعملوهم الكل، لان نحيو حتى اقتراح وحتى معناها نقد ولا حتى شيء، كل نعملوا بهم. بسلامه. ميرسي بوكو شيف فتحيه، حستنا اللي احنا تعبت شيف فتحيه تقول لي والو انا عجبنا كمان ليميسيون فوالا دونك الغوميرسيمون البنات. انا نحب جو غوميرسي هاي ستايل اللي هو موجود في افنيو هادي نيورا النصر 2 بور لي سوان، ونقول لكم كالعاده ابعثوا لي لي ميساج نتاعكم على الماتينال باج اوفيسيال الماتينال فيسبوك، روسي ستايل فيسبوك وروسي ستايل انستغرام.
فاطمة نجيب وقت الغوميرسيمون تاعي، أنا نعمل غوميرسيمون لبوتيك سيسترز اللي تلقاوها في العوينة، دخلت حي الواحات، تلقاوها باج فيسبوك بوتيك سيسترز، تلقاوها باج انستغرام فاشن بوتيك سيسترز، كيما قلت لكم عندها برشا حاجات حلوين على الآخر، نشكر زادا كيف كيف فور ايفر بيوتي مانزا سيس وين البلدية، زادا كيف كيف عندها بوكو دو برومو، فوالا هذايا الغوميرسيمون تاعي أنا لجماعة لليوم بلوتو. دونك أنت حسيتك تعبت حتى أنت ولا جعت؟ جعت، نشوف جعت، التعجين مهمشني، التعجين مهمشني. دونك خدمة ستيك باك ستيج تلقاوها في العوينة باج فيسبوك هي باك ستيج. نشكر كيف كيف البوتيك اللي تلبس فيه اللي هي سي ان ديم، تلقاوها في طريق سكرة باج فيسبوك سي ان ديم سكرة. نشكر ليكيب تكنيك الاعداد زميلتنا منيا الحزي، نشكر كل من شرفنا ونورنا اليوم في حلقة برنامج اليوم في الماتينال. ميرسي بوكو البنات، ميرسي بوكو لي شيف. ملتقانا غدوة جمهورنا العزيز، غدوة ان شاء الله، ونقول لكم توا بسلامة.